يقول السائل: رجل ابتلي بتعاطي الحشيش المخدر، نعم، ومن الله عليه بالعلاج من هذا الداء وهو في مراحل العلاج الأخيرة ويريد أن يتزوج. سؤاله: هل يلزمني أو هل يلزمه أن يخبر من يريد خطبتها ووالدها بأنه يتعالج من هذا الأمر؟ يا أخي، اللي تخطب بنته وموليته هو اللي يسأل عن الخاطب، هو اللي يسأل عن الخاطب، أنت لا تقول شيء، أنت تقدم لهم، والسؤال هذا من حقهم، هم يسألون عنك ويبحثون عنك، من يعرفك؟ نعم.